الزاوية جمعية نيو فيجن أكادير. اليوم كانت أول دورة تكوينية في إطار فعاليات مشروع السينما ليك منظم من طرف جمعية رؤية جديدة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار واحد البرنامج سميته برنامج مشاركة مواطنة في الأمم المتحدة. البرنامج يعني كتكون يعني تكويني لفائدة الشباب ديال أكادير، كيستهدف 90 شاب وشابة ويستفدوا من جميع من تكوينات في الميان السينمائية في كتابة السيناريو والإخراج السينمائي والتصوير السينمائي وكذلك المونتاج، إضافة إلى ورشة في صياغة العرائض والملتمسات. هذا المشروع يعني تكويني 100% اللي كيهدف تكوين الشباب المهتمين بالمجال السينمائي، وفي الأخر يكونوا إنتاجات أفلام قصيرة يعني اللي كتهضر على موضوع المساواة بين الشباب. وبيان سو في الأخر تكون واحد المسابقة بين هاد الأفواج اللي في الأخر تختار أحسن فيلم قصير. وصراحة كانت أول فورماسيون دازت مزيانة، سواء في الحضور وسواء في الاستفادة من تأطير مختصين بيان سو في المجال السينمائي. شكرا. وفاء الشاب شارجي دي سيون سويفي دو بروجي سينيماليك. لو بروجي سينيماليك هو اون بارتناريا مع لونيون اوروبيان تحت مبادرة ديال المشاركة مواطنة. لو بروجي لا دوري دو بروجي سي 6 mois. هذا لو بروجي هذا هو عبارة عن دورات تكوينية اللي في المجال السينمائي. هذه الدورات التكوينية يعني كيوجدوا الشباب ديالنا انهم يغياليزيو واحد لو كور ميتراج اللي غادي يدوز ابري في لا فان ديال لا فورماسيون في اون كومبيتيسيون اللي غادي سيليكسيونا واحد لي 3 كور ميتراج واللي غادي ياخذوا دي بري سامبوليك بور يعني pour le travail اللي داروا. هذا لو طرافاي يعني بين الانثى والذكر في لو ميليو يونيفرسيتير. معك فاطمه الزهراء السندادي، عندي ان باك بلس دو في لانيماسيون، التخصص ديالي في لانتربريتاسيون عنده علاقه بالمسرح، و سي لا بروميير فوا كندوز اون فورماسيون عندها علاقه بالسينما. زعما بور لانستون كلشي داز مزيان، وبالعكس عطاني واحد لونفي انني نزيد نتلاح للسينما شويه ونقرا مزيان.